السلام عليكم يا شباب، الناس كده سامعيني؟ تمام. طيب كده كويس. احنا زي ما اتفقنا النهاردة ان شاء الله هتبقى الموضوع يعني او الليكتشر تبقى عبارة عن ريفيجن. كده كده مفيش اي حاجة، خلاص الاسبوع ده جديدة بتتقال. هعمل معاكم زي ما عملنا في السوفت وير، هخش معاكم كده على الموديل. كده الناس شايفة السكرين؟ تمام. طيب احنا هندخل كده على الموديل ده، الكورس بتاعنا. هندخل كده على lectures، نفس الكلام احنا عندنا 10 week from week 1 to week 10، وعندنا question sheet. week 1 و week 2 دول طبعا كانوا introduction، نفس الكلام اللي احنا مرينا عليه في الميدترم، نفس الحاجات اللي احنا او راجعناها او ركزنا عليها، وكمان لخصناها في الأدلت او الريفيجن شيت ده، موجودة على هيئة ايه؟ على هيئة MCQ او true false. نفس الكلام اللي في الميد تيرم هو هو اللي هيكون في الفاينل، مفهوش اي تغيير. بعد كده ويك 3 عندنا ويك 4، لكن الاي ار دي والاي اي ار دي، وده يا شباب انتوا شفت ستايل الاسئله بتاعته ازاي، اللي هو بيجي لك سيناريو، والسيناريو ده انت بترسم منه دايجرام، واخدنا كذا كيس ستادي او اخدنا كذا اكزامبل على الكلام ده وامتحنته فيه كمان، فالموضوع مفهوش اي مشكله. تمام. طيب هنيجي بقى هنا على week 5 و week 6، دول يعتبروا جداد لان حتى انتم ما خدتهمش في الكويز، فانا هقول لكم ايه الحاجات اللي تركزوا عليها وايه الحاجات ستايل الاسئله ممكن يجي في الشكل ده ازاي. فهنفتح هنا كده week 5. لحظه قصدي يعمل داونلود. معلش بس هو الداونلود بطيء شوية.
طيب كده يا شباب، شايفين الـ presentation؟ تمام. طيب احنا هنا في week 5 كان بيتكلم على ايه؟ على جزء الـ relational data model. كان بيفهمنا ازاي احنا يعني احنا بدلناه خطوة المابينج قبل ايه؟ قبل ما ناخد الشابتر ده. فالشابتر ده اغلبه نظري، تمام؟ بيفهمنا يعني ايه ريليشن. اهم حاجة عندي طبعا السلايد دي اللي هو الهيستوري بتاعها، الفيرست موديل ده كان موجود امتى، اي هيستوري مش هيبقى معانا. الانفورمال ديفينيشن تبقى عارف ان الريليشن بتبقى متكونة من مجموعة رولز، وان الريليشن هي عبارة عن التيبل، التو لاينز دول مهمين، وان الرو هو معناه التيوبل اللي هي متلخصة فين يا شباب، والاتريبيوت يعني الكولوم اللي هي ملخصينها. طبعا كل ده كده الاكزامبل ده بس هنا كان بيشرح لنا كل واحد معناه ايه، اللي هو متلخص يا شباب في سلايد نمبر 14 اللي هو في التيبل ده. التيبل في الانفورمال معناه ريليشن في الفورمال، الكولوم معناه اتريبيوت، الرو معناه تيوبل، تمام؟ لكن مش هيسألك بقى في الكلام ده، يعني مثلا سلايد 13 دي مش هيجيلك فيها ان انت ايه اعمل لي الكارتيزيان برودكت، لا يعني مش مجال للأسئلة ده، كله كان شرح. كمان سلايد 12 فيها كلام كتير، سلايد 11، سلايد 10، كل ده يا شباب كان شرح. اوكي، فاللي يهمنا ان انت تبقى عارف ايه اسم الانفورمال كان اسمه ايه، وفي الفورمال ديفينيشن كان اسمه ايه، تمام؟ الارتفيشال كي تبقى عارف ان هو معناه الكي او البرايمري كي، كل ده ايه، كل ده تبقى عارف الكلام ده زي ما احنا شرحنا. خلاص، يبقى كل الرغي ده ايه مش هنتسائل فيه، لسه نبقى عارفين ايه الفرق او السمري بتاع مين الانفورمال والفورمال تيرم، تمام؟ كمان الكاركترستكس اوف ريليشن، ابقى عارف بس الهيدلاين، الاوردر اوف tuples، الاوردر اوف اتريبيوت، ترتيب الريكورد وترتيب الكولوم بيبقى عامل ازاي، الفاليوز ان tuple، الاسبيشال نال، ابقى عارف بس الهيدلاين. لكن الكلام اللي جوه ده طبعا ايه، ده شرح. خلاص، ابقى عارف. في هنا كمان معلومة مهمة جدا، ان الكي والسوبر كي، تمام؟ الكي والسوبر كي لازم ابقى عارف ان الكي هو سوبر كي بس العكس لا، تمام؟ اللي هي ايه، اللي هي دي يا شباب، ان اي كي is a super key but not a vice versa. يعني ممكن هنا اجيبها لك بقى في true false، ان super key is a key، لا false، لكن key is a super key it's true، تمام؟ ده example. فيعني وانتوا بتذاكروا هتلاقوا في حاجات كده احنا كنا مركزين عليها، وفي حاجات كنا بنشرحها، لكن الشرح ده يعني ايه، هو شرح، هو عايزك تفهم، لكن مش طريقة اسئلة. برضه ابقى عارف ان المينيمال سوبر كي يعتبر كي and so on، تمام؟ مين هو اصلا بقى السوبر كي؟ any set of attributes بت include كي يبقى ده سوبر كي. اوكي، يبقى لازم ابقى عارف الكي والسوبر كي، لازم ابقى عارف ان البرايمري كي بعبر عنه ازاي، ان هو بيبقى underlined، لازم ابقى عارف ان انا لو عندي several candidate keys اختار مين، بختار واحد منهم يبقى البرايمري كي، ماشي؟ فالحاجات اللي ايه الهايلايتد دي هي بس اللي انا ابقى عارفها. ده طبعا ايه اكزامبل، يعني هو الشابتر ده اغلبه نظري، فاغلبه شرح كتير، في حاجات بس معينه انت ايه انت تفوكس عليها، تمام؟ بعد كده كان بيتكلم على الريفرنس كي، الفورين كي سوري، انه بيريفير لحاجه، ده كله برضو ايه يا شباب شرح كده، كل ده شرح، ومدينا الاكزامبل او شكل السكيما ازاي، ده برضو ايه، كل ده شرح، بيفهمنا ازاي انسيرت او اديليت او موديفاي في تيوبل معين. ف يعني
كده كده الكلام بتاعه اكتره كان في ايه، في السيكوال يعني، تمام. وده السمري خلاص. ده مثلا كان اكسرسايز، بيقول لك ايه في الاكسرسايز ده، من خلال الريليشن دي ارسم لي ايه، ارسم لي ريليشنال سكيما، اللي هو ايه، طلع لي ريليشنال سكيما، تمام. اللي انت يعني ايه تطلع شكل بالطريقة دي، هو عايز في النهاية الشكل ده. يبقى اول ما يسألني في الأسئلة انا عايز ريليشنال سكيما، يبقى هو يقصد بيها الايه، الشكل ده اللي هو مجموعة التيبلز، وكل تيبل بالاتريبيوتس بتاعتها، ومين بيريفير لمين، كل ريليشن ايه هي البرايمري كي، ولو في فورين كي بيريفير لمين، للبرايمري اللي جاي منه خلاص. يبقى لو سألني في الأسئلة في الجزء الإساي على ريليشنال سكيما، يقصد بيها كده، تمام. يبقى التشابتر ده زي ما عدينا كده، في حاجات بس مهمة انت تفوكس عليها، لكن الشرح الكتير اللي جوه ده طبعا ايه، ده طبعا يعني انت تفهمه او لما بتسمع المحاضرة تاني، لكن مش مجال للأسئلة. واضح كده ولا في مشكلة؟ تمام. طيب نخش على الايه، الشابتر اللي بعده. ده كده ايه يا شباب، ده كده كان ويك 5. تعالى نخش على ويك 6. ويك 6 ده طبعا ايه بقى، ده مجال الأسئلة بتاعته كتيرة جدا. خليني اعمل شير. ده طبعا ايه، ده طبعا هو تشابتر يبان ان هو صغير، لكن خطوة المابينج، التشابتر ده كله بيعلمنا ازاي ان انا يجيلي دايجرام بالشكل ده، ويقول لي ان الدايجرام ده طلع لي الريليشنال سكيما بتاعتك اللي هو المنظر ده. يبقى التشابتر ده اهم حاجة فيه اتعلم how to get relational schema from ER diagram، ازاي اطبق ال 7 او ال 9 steps، ال 9 steps عشان اطلع الايه، اطلع من الشكل ده للشكل ده. طب يجي لي الاسئله فيه ازاي، اكيد هو اللي هيكون جايب لك الاي ار دايجرام، هو اللي هيكون جايب لك الاي ار دي، وانت من خلال الاي ار دي دي تطلع له ايه، تطلع له شكل الريليشن سكيما دي. طبعا انا هبص على ايه، او التصحيح بيكون ازاي، بيبص ان انت حاطط كل الانتيتيز فكيت كلهم، هيبص ان انت حددت البرايمري كي في كل واحده في كل ريليشن، هيبص ان انت عرفت تطلع الفورين كي وتريفير الفورين ده للبرايمري الاوريجينال اللي هو جاي منه. هيبص كمان على الهيد اوف الارو، دايما بقول الهيد اوف الارو لازم تكون pointed to a to the primary key، عشان في ناس كتيرة قوي بتعكس السهم وبتخلي ايه، راس السهم ناحية الريفرنس، هو عايز يحط سهمه وخلاص. لا يا جماعة، الهيد اوف ارو دايما تبوينت لايه، للبرايمري كي، تمام كده. طيب ممكن بقى تجيلي ايه حاجة زي الاي ار دايجرام كده، وانا اطلع الايه، الريليشنال سكيما بتاعتها. وممكن طبعا كل الشرح ده، كل الشرح ده انت تكون فاهمه، لكن استحالة يقول لك سمع، مفيش سمع في الامتحان خالص، او ما فيش يقول لك مثلا خطوه المابينج او ستيب نمبر 4 ايه، او ايه هي السيفن ستابس. لا لا لا، انت خلي بالك تكتب السيفن ستابس وانت بتحل، تمام، وانت بتحل تكتبهم عشان بس، او الناين ستابس عشان ايه، يبقى بس يعني يبين ان انت فاهم ايه هي الستابس، وبيز عليها انت عملت ايه، فكيت الريليشن دي، تمام. ممكن يجي دايجرام زي ده للـ ER diagram، للـ EER، وأنا أختار إيه؟ أختار أي واحدة فيهم وأفك بناءً عليها. ممكن يجي لي مثلاً شكل زي ده، ويقول لي based على الـ diagram ده اعمل لي إيه؟ اعمل لي mapping، أو طبق الـ mapping، أو طلع لي relation schema. هو يقول لك طلع لي relation schema وبس، وهيسكت. فأنت تفهم إيه؟ تفهم أنا هنا عندي بقى إيه؟ أنا هنا عندي super class، وعندي
sub classes يبقى الموضوع ايه؟ الموضوع دخل في enhanced في ERD، يبقى انا كده محتاج ايه؟ انفذ البيزك 7 ستابس ومعاهم ال 2 additional steps اللي هم step number 8 و number 9، فساعتها اطلع لك ايه؟ relational schema بالشكل ده او الشكل ده، تمام؟ ممكن يجيب لي حاجه كده، ممكن يجيب لي حاجه كده. فلازم تبقى عارف ايه هم ال 9 steps وبناء عليهم تطلع ايه يا شباب؟ ال relational schema بتاعتنا، تمام؟ يبقى تاني في relational schema هيعمل ايه؟ هيبص على الريليشنز، هيبص على البرايمري كي، هيبص على الفورين كي. فنخلي بالنا من الحاجات دي كلها. فالتشابتر ده طريقه مذاكره او طريقه اسئلته ان انت تطبق الناين ستابس اللي هم في او في اخر السلايد دول، اللي هم دول الناين ستابس دول على اي دايجرام اللي احنا ايه اللي احنا شرحناه او اي حاجه جديده. يعني الفكره ان هو هيكون جايب لك الاي ار دي او الاي اي ار دي وهتطلب منك ايه؟ ريليشنال سكيما. تاني لو طلب مني ريليشنال سكيما يبقى انا عايز ايه؟ الشكل ده او اهو اللي هو الشكل ده اللي هو في سلايد 31، او هيبقى عايز الشكل ده اللي هو سلايد 28، او هيبقى عايز الشكل ايه؟ الشكل ده مثلا. واحد فين او مثلا السلايد نمبر 5، يبقى اي ريليشن سكيما هيبقى ايه؟ واحد من الاشكال دي او الطريقه دي. واضحه كده؟ ده كده ايه؟ ده كده تشابتر 6. يبقى 5 و 6 يا شباب هتلاقيهم قريبين من بعض، بس 5 اغلبه نظري وحاجات معينه نركز عليها كده واحنا بنذاكر عشان لو جت true false او ام سي كيو، و6 اغلبه ايه؟ تطبيق على الستبس اللي احنا ايه شرحناه. في مشكله لحد دلوقتي؟ في مشكله ولا اكمل؟ حد عايز يسال حاجه؟ تمام. طيب نيجي بعد كده كده، الناس شايفة سكرين معايا؟ شباب الناس شايفة السكرين؟ سامعني؟ اه اوكي. طيب بعد كده هنيجي تاني على المودل، هننزل ايه؟ تشابتر 7 او ويك 7. ويك 7 ده المفروض اللي هو الايه؟ الريليشنال الجبر، وده الناس يعني المفروض ان هي ذاكرته عشان الكويز. هو عباره عن ايه؟ عباره عن الانسرت والديليت والبروجكت والحاجات دي كلها، بس برضو هيبقى الجزء اللي هو ايه؟ اللي هو ام كيو تو فولس، لكن مش هيجي مثلا يقول لك طبق لي الاوبريشن دي او الترانزاكشن دي باستخدام الريليشنال الجبر، تمام؟ تبقى فاهم ايه هي الاوبريشن بتاعتنا زي ما انتوا زي ايه ذاكرتوها عشان الكويز. السلكت يعني ايه؟ يعني بالسيجما. البروجكت يعني ايه؟ بالباي. الحاجات دي كلها، تمام. عندنا ايه تاني؟ الرينيم بالرو، تمام. زي ايه؟ زي يا شباب في اليونيون، في الانترسكشن، ايه هي البيزك اوبريشن بتاعنا اللي هم في الديفرنس، ان هم اسوشيتيف اوبريشن اليونيون والانترسكشن، وبرضه يعتبر كوميتيتيف اوبريشن الديفرنس. يعني زي ايه؟ زي ما ستايل اسئله الكويز كده، مش هيبقى ايه؟ مش هيجي يقول لك نفذ اوبريشن بطريقه الريليشنال الجبر، لا، هي كلها هتبقى ايه؟ لازم برضو ابقى عارف ان الكروس برودكت
ما يعتبرش meaningful operation إلا لو كان followed by a other operation. يعني لو قال لك generally cross product is not a meaningful operation, true. طب لو جاب لك نفس الـ statement when followed by other operations, لا ساعتها هتبقى ايه؟ false. خلي بالي من الايه؟ من الـ point دي موضوع الـ Cartesian product. بس ده يعني الـ join برضو دي كلها ايه؟ دي كلها شرح كده بس، لكن سهل الأسئلة فيه SQ true false. تمام؟ ده كده ايه؟ ده كده ان انتوا ذاكرتوا او راجعنا بسرعة على الحاجات بتاعت كويس 2. يتبقى لنا ايه بقى؟ اخر باوربوينت اللي هي كانت السيكوال. شابتر السيكوال ده مع ان الناس ذاكرته او اخدته في اللاب وذاكرته عشان اللاب اكزام وامتحنوا فيه، الا ان الناس برضه كانت مش عارفه يعني ليه لما قلناه في الليكتشر كانت مستغربه. زي ما قلنا هو معانا في امتحان الفاينل. طيب ممكن نتسأل فيه ازاي؟ هي بس الناس كانت مستغربه ان الامتحان العملي خلاص متخيلين شكله ازاي، لكن في الفاينل نتسأل فيه ازاي؟ اولا هو في الفاينل لازم هيكون جايب لك ستيت، والستيت دي هيطلب منك كويريز معينه او ترانزاكشنز معينه تنفذها عليها. بمعنى ايه يا شباب؟ انه مثلا ستيت عندنا شبه مثلا دي. اوكي مثلا هنا جايب لي ايه؟ جايب لي سكيما كامله، سوري او مش سكيما، ستيت كامله اللي هي بوبيليتي داتابيز، فيها امبلوي، فيها ديبارتمنت لوكيشن، ديبارتمنت ورك اون، بروجكت ديبندنت اند سو اون. تمام؟ هيكون جايب لنا الشكل ده، وهي من خلال الشكل ده هيطلب مني اي كويري هو عايزها. مثلا ممكن سامبل كويري، يطلب منك سامبل كويري مثلا انا عايزك تريتريف البيرث ديت والادرس اوف ذا امبلوي هوز نيم از جون بي سميث. فيها مشكله دي؟ يبقى هو جايب لك ايه؟ جايب لك الداتابيز، يا دوبك انت هتدور الامبلوي الفيرست نيم والميدل نيم واللاست نيم بتاعه مطابق لكذا وتعملها، يبقى select from where condition بس كده. ممكن يجيب لك nested query، ممكن يجيب لك join، ممكن يجيب لك group by grouping انك تطبق grouping، ممكن يجيب لك مثلا insert new record مثلا في table employee ويكون قايل لك ال values، او مثلا عايز في table مثلا ادي هو ال state بتاعتنا ويقول لك مثلا add new department الاسم بتاعه مثلا HR والفاليو بتاعته 2 والمانجر بتاعه بالاي دي كذا والستار ديت مثلا بنال. يبقى هو ايه؟ هقول له insert into department الاتريبيوتس بتاعتي كذا بفاليوز HR 2 الفاليو اللي مدهاني ومثلا نال. يبقى على حسب هو هيطلب مني ايه، لكن الاساس ان هو هيكون مديني ايه؟ تصور لشكل database او state of database، وبعدين من خلالها يطلب مني يا اما select، يطلب مني query او retrieve حاجه، يا اما يطلب مني insert a new record او يموديفاي في existing data او ان انا delete او drop table. تمام؟ يعني ايه؟ يعني تقريبا كل الكلام اللي احنا قلناه. ممكن يطلب مني الاجريجيشن، ممكن يطلب مني ان انا اعمل سورتنج فاستخدم الجروب باي، ممكن يطلب مني ان انا اعمل جروبنج واطبق الهافنج. تمام؟ يبقى كل اللي احنا عملناه او اللي احنا شرحناه ممكن يجيبه لي على هيئه اسئله، بس الاساس زي ما قلنا ايه؟ ان في تصور لشكل الداتا بيز هيبقى شكله عامل ازاي. واضحه كده؟ خلاص يا شباب. فده كده ايه؟ ده كده شكل يا حم. تمام معلش، انتوا بعتين حاجات كتير بس انا ما قريتهاش. تيجي مقالي مش كده. تيجي مقال يبقى تاني. اي حاجة نظري
رغي كتير هيبقى MCQ True False. أي حاجة إحنا اتدربنا عليها سواء Design أو Mapping أو Relational Schema أو SQL ده هيجي على هيئة Essay. الإساي هيبقوا 3 questions ب 25 درجة. زي ما قلنا Relational Algebra لأ هيكون MCQ أو True False. بالظبط يا حمزة، زي العملي ممكن يجي لك ايه، ممكن يقول لك create new database، تمام. بس قصدي اقول ان لو جالك اي حاجة to insert او to retrieve لازم هيكون جايب لك state. تمام، فانا بس عشان اطمنكم انتوا الناس، لا مش عارفه كان سؤال، لا بصراحه مش عارفه كان سؤال، لكن هما actually 3 questions essay، لكن كيف سؤال في السيكوال لا مش عارفه. تاني يا شباب، انتوا لحد week 4 كنتوا مذاكرينه، week 7 انتوا مذاكرينه، 5 و 6 زي ما قلت لكم رجعت لكم عليه دلوقتي. هما بس يعني 5 ده يعتبر بسيط جدا لان الجزء النظري فيه بسيط خالص، بس انت ده بالنسبة لك حيث تتدرب ازاي يجي لك دياجرام او ER دياجرام وانت تحوله للريليشنال سكيما. واخر حاجة اللي هو ويك 8 9 10 ده مفروض ان الناس ذاكرته مرة اتنين وتلاتة في العمل، فالموضوع بالنسبة لك مش جديد هيبقى سهل خلاص. فانت بس يعني اللي جديد بالنسبة لك او محتاج تتدرب عليه شوية هو ايه؟ المابينج. اوكي ده كده يعني quick revision على الكورس كله. ممكن نتسأل ازاي، ممكن الاسئلة تيجي ازاي، الاسئلة ازاي الـ ايوه ثلاثة. بأكد عليكم يا شباب الناس لازم تلتزم ان كل سؤال يتحل في الورقة بتاعته. المهازل اللي حصلت في الميد تيرم دي نو واي انها تتكرر في الفاينل. بس دي كل الحاجات يعني اللي اقدر اقولها لكم او نراجع عليها. يعني حد عنده اي سؤال في الكلام ده؟ لا اسمعي المحاضرة من الأول وتعرفي عن ايه، اسمعي الريكورد بقى احنا اتكلمنا ممكن يجي الأسئلة عن ايه، فانت تقدري تسمعيها تاني وتشوفي. حاولوا يا شباب برضو في الجزء اللي هو الأخير بتاع السيكوال، في اكزامبلز موجودة جوه اللكتشر، حاول ان انت يعني تهايد الانسر بتاعها وتحلها وتشوف انت هتحلها ازاي وقارن اجابتك بالاجابة اللي موجودة في السلايد كبراكتس ليك. يعني هتلاقوا فيه يعني بص احنا لو فتحنا البرزنتيشن بص هتلاقي كويريز كثيرة جدا، يعني بصوا يعني هو واصل مثلا هي حتى الكويري 27 تمام، ف 28 كل ده ايه، كل ده تقدر تتدرب عليه. اكزامبل 1 اكزامبل 2 بصوا هنا واصل لحد 4 5 6 كل ده ايه، كل ده كويس ليكم ان انتوا تتدربوا عليها، تشوف هو طالب ايه وانت تحل وبعدين تقارن ايه اجابتك بيه. تمام كده، في مشكلة في الكلام ده؟ تمام يا شباب. طيب انا كده خلصت يا دكتور درجات الكويز الثانية.
بص يا شباب، الموضوع ده خلاص اتاخد فيه انه الدرجة الأقل اللي بيخش تو كويزز الدرجة الأقل هي اللي بتتاخد. انا بس يعني عايزه اللي خلاص اللي ما عندوش اسئله خلاص تقدروا تتفضلوا، عشان بس تستفيدوا من الوقت ده لو عايزين تعملوا حاجه. اللي عنده اسئله في الكورس مش في الدرجات هو بس اللي يعني انا هبقى قاعده يعني، لكن اللي عنده اسئله يخليه، واللي ما عندوش خلاص يقدر يتفضل. كل سنه وانتم طيبين، وجود لك ان شاء الله في امتحان الفاينل. أيوة يا منصور، اتفضل. بتتظلم على ايه يا منصور؟ ازاي اعمال السنه كلها زيرو؟ مش فوي تو كويزز؟ الكويزز انا اللي رصدها اولا مش المعيدين، فازاي ادالك زيرو في كله الا لو انت جايب زيرو؟ طيب دلوقتي ماشي، اللي في ايده ايه يا شباب؟ كان اللاب اكزام ال10 درجات. طيب اللاب اكزام دول محطوطين يعني، عارف لو اتندنس هقولك ماشي، لو بونص هقول لك ماشي، لو اكتيفيتي ماشي، لكن ده كان امتحان، يا جاوبت يا ما جاوبتش. انا الناس المعيدين بعتوا لي انا الامتحانات العملي، ما هو ما فيش درجات على الاتندنس، العشرة كلهم على العملي بعتوا لي، انا شفت الاجابات. ما هذه حاجة لا تمت صلة بالسيكوال خالص يعني. طيب ابعت لي انت سنتر ايه، انا هراجع ورقتك بنفسي. ابعت لي انت سنتر ايه. طيب هتشيك على الميل. حاضر. اوكي. طيب يا شباب، حد عايز يسأل حاجة تاني؟ أرجوكوا يا شباب كفاية أسئلة على الدرجات. حد عايز يسأل حاجة في الكورس؟ اوكي شباب، جود لك وبالتوفيق ان شاء الله في الفاينل. مع السلامة.
احنا اتكلمنا من اول المحاضرة المقالي هيجي في ايه، فتقدر تسمع المحاضرة تاني الريكورد بتاعها وتشوف ايه اللي ممكن يجي فيه. احنا اتكلمنا ده بقالنا ساعة الا ربع بنقول فيه. المحاضرة دي من بدايتها اسمع الريكورد بتاعها، فيها quick revision يعني. العفو يا شباب. بص يا احمد، دي رول متطبقة يعني، مش انا اللي حطها، حتى دي حاجة من الإدارة. لو في طالب عنده تو values لكويز واحد او لإجزام واحد، بتتاخد على طول الدرجة الأقل يعني، حتى مش الدرجة اللي هي يعني الأولانية، انه بالوقت مثلا ده داخل الساعة 10، لكن ده داخل 10:30 فاخد الأولانية. لأ، دخل الاثنين، يبقى هو ادى لنفسه فرصة يمتحن مرتين، يبقى الجزاء انه يتاخد الدرجة الأقل. إلا بقى لو جايب هنا 10 وهنا 10، فخلاص هتبقى الاثنين 10، أي واحدة فيهم الأقل 10. لكن لو واحد جايب 10 في كويز وزيرو في كويز تاني، الزيرو هي اللي بتتاخد. فمقدرش عشان أحمد بس أغير أنا الرول دي على مستوى الجامعة. حتى كان في زميلتك، في واحدة تانية برضو أروى باين، ولا مش عارفة مين، برضو اشتكت على الموضوع ده، لكن أنا مش في إيدي إن أنا أغيرها.